يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الحديث ما على أحد من أن يدعى من هذه الأبواب من ضرورة؟ يعني نقص، ما عليه نقص أن يدعى من أي باب من أبواب الجنة، ما عليه نقص. نعم. يقول فضيلة الشيخ ضرورة يعني ضرر، ما عليه ضرر يعني نقص. نعم.